النساء مسافات طويلة ليجدن الأخشاب ويحملنها، وبعد الانتهاء من إعداد الطعام يمتلئ المنزل بالدخان فيستنشقه الأطفال، الأمر الذي يعادل تدخين 40 سيجارة في اليوم. اسمي جوزيفينا، شاركت في تأسيس INTI للطاقة الشمسية. مهمتنا هي توصيل الفرن البيئي إلى تلك العائلات وتعليمهم الاعتماد على أنفسهم والطهي بطريقة فعالة. خلال رحلتي مع زوجي منذ 10 سنوات اكتشفنا مجتمعا في سالينس جرانتس، حيث كانت العائلات تطبخ على الأرض باستخدام الأخشاب في غرفة مغلقة. كان على العائلات الذهاب بعيدا للبحث عن الأخشاب، ما أدى إلى تصحر المنطقة، وهو ما دفعنا إلى تقديم حل جديد. نعمل اليوم مع 25 عائلة، تساهم كل منها في دفع جزء من تكلفة الفرن، ثم تحضره إلى المنزل وتستخدمه. الفرن البيئي سهل الاستخدام، فهو عبارة عن أنبوب مثبت على 90 درجة مئوية حيث توضع الأخشاب، وحجمه الصغير يجعله سهل التنقل، ويمكن استخدامه كفرن لطبخ الطعام. وهو كفء للغاية لأنه يوفر 90% من استخدام الخشب، ويمكن للعائلات تخفيض إنتاج ثاني أكسيد الكربون بمعدل طن كامل سنويا. خلال كل هذا الوقت وصلنا إلى 60 مجتمعا في شمال شرق الأرجنتين. حلمنا الكبير هو الحصول على الدعم الدولي للنمو وتوسيع نطاق العمل.